وأظهر طبعا المتهم في هذه الحادثة واللي باقي رهن الاعتقال. ملف ديال القضية تضرب في الجلسة ديال اليوم على الواحدة على الساعة الواحدة مساء، وتم تأجيل القضية بناء على تسجيل نيابة بعض الأطراف المدنية الجديدة واللي أعطتها المحكمة الأجل باش أنه تعدد المطالب المدنية ودليل مذكرات المطالب المدنية وقال إدخال من أجل إدخال شركة تأمين وصندوق مال الضمان، باعتبار أن الحافلة كانت تقل أكثر من العدد المؤمن عليه، وبالتالي إدخال صندوق مال الضمان في القضية يبقى ضروريا لأنه هو اللي غادي يتحمل. بالنسبة للنقلة كانت تتنقل حسب ما ورد من حضر الضابط القضائية 23 شخص. عدد المؤلمة حسب داكشي اللي قرينا في البوليصة ديال التأمين وشهادات التأمين 13 فيهم السائق والمساعد ديالو. السائق والمساعد ديالو. وللأسف الشديد يعني كاين مشكل اللي خاص الدولة وخاص المسؤولين على القطاع انهم يتدخلوا باش يحلوا هذه المشاكل هذه. وانت نعتقد ان التدخل الاخير ديال اللي يمكن ديال الوزارة ويمكن القطاع الوصي على النقل، راه يمكن هاد الناس هادو راه يمكن على اثر هذا الحادث والحوادث المتكررة اللي وقعت واللي اودت بالعديد ديال الارواح ديال العديد ديال الناس في المناطق الجبلية بالخصوص، اللهم انهم هاد الناس هادو راه يمكن داروا واحد البادرة على انه لقاو على ان هذا النقل المزدوج يعود الى 1982 وانه ان الاوان لإعادة النظر في هذاك البرنامج كله، انهم راه يمكن تيبشروا المواطنين ربما انه غادي يكون واحد الدعم باش يمكن يقتنيوا هاد الناس اللي هما عندهم المأذونيات يقتنيوا واحد المجموعه ديال السيارات اللي تكون يعني مزيانه فيها الامن والامان ومسير العصر طبعا ان شاء الله. نتمنوا ان شاء الله.